تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، انطلقت الندوة العلمية أهمية التدقيق الداخلي بحضور ما يزيد على 150 مدققا ومسؤول موارد مالية يمثلون 55 جهة حكومية، وبمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من مؤسسات وشركات محلية وعالمية. قانونيا يقال إذا غيب الضمير وجبت العقوبة، ويقال في عالم المال أيضا لكل وارد وصادر من الأموال ميزان يحتكم إليه المنطق، إما لتتعادل فيه الكفتان أو أن يثقل وزن كفة على أخرى بسبب مدروس ومعلوم، وفي كلا القولين إشارة إلى دور العين الرقابية وقوة أداء الفكر المتابع المشغول في حماية المال العام وحسن إدارته. وفي ذات الإطار، ومع ما تم ذكره آنفا، تطل هذه الندوة التي ستعقد على مدار يومين متتاليين تحت عنوان أهمية التدقيق الداخلي داخل أي دائرة أو مؤسسة حكومية يرتجى الصلاح في عملها والاستمرارية في إنتاجها دون ما حدوث وعكات مالية قد تصيب جسدها بخمول تام. لمثل هذا يطمح القائمون. احنا بالنسبة لنا طبعا عملنا قائم صار لنا اكثر من 16 سنة بالنسبة لتطبيق هذه المعايير. المهم اليوم ان دائما هناك تطور في هذه المعايير، مهم بالنسبة لنا ان احنا نواصل نتحدث عن هذه المعايير كيفية تطبيقها. الشراكة معناتها ان احنا نعمل في سبيل تطبيق افضل ممارسات للرقابة. الرقابة هي تحسين ادارة المال العام. تتناول الندوة اهمية التدقيق الداخلي في الوزارات والجهات الحكومية، يعني مثل ما ديوان الرقابة هو مدقق خارجي في دور كبير لوحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والجهات المشمولة برقابة الديوان. أكثر من 150 مراقبا ومسؤول موارد مالية يشاركون عبر تمثيلهم لحوالي 55 جهة مشمولة برقابة الديوان. ستوفر لهم الندوة فرصة الالتقاء المباشر مع ثلة من المختصين المحليين والعالميين ونخبة من مدربي ديوان الرقابة المالية والإدارية لتطوير مهاراتهم المعرفية والعملية، لتتكون لهم الدراية التامة حول أهمية المستجدات والتوجهات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي والمعايير الدولية المتبعة فيه. وعليه احنا في ورقتنا هذه بنحاول نقوم عملية توضيح الأخطار الموجودة إلى مثل هذه التقنيات، وشنو دور بيكون شنو دور المدقق الداخلي. إذا صلحت مهنة التدقيق الداخلي في القطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى، الأداء بدوره هيرتفع، لأن البعض يعتقد أن التدقيق الداخلي هو رقابة مالية وتدقيق على الأموال فقط. لا، احنا بنتطلع إلى مفهوم أشمل وأكبر لمهنة التدقيق الداخلي، بنتطلع لحماية للمال العام. الآن منهجية التدقيق الداخلي تغيرت، النطاق صار أشمل، صار أوسع، يشمل كافة نواحي العمليات المالية والإدارية والتشغيلية. نطمح اليوم من هذه الدورة التعرف على أهمية التدقيق الداخلي في الوزارات والجهات الحكومية، طبعا لما له دور فعال في الرقابة على الإداء والإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية. هذه الندوة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة لتوسيع نطاق الرقابة على سلامة ومشروعية المال العام وتوظيف استخدامه بشكل قانوني. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدان.